في الحقيقة الجهود التطوعية التي تتم في موسم الحج هي عبارة عن منظومة متكاملة تلامس الجانب الإنساني للحاج، تجربة مميزة تتميز بالروحانية. السنة هذه بإذن الله عز وجل سيكون عندنا متطوعين في 4 مناطق رئيسية، في مكة المكرمة، في مدينة جدة، سيكون لدينا فرق أيضا في المدينة المنورة وفي الطائف، وكذلك سيكون لنا أيضا فرق تطوعية صحية في كل المواقيت. سيشارك معنا بإذن الله عز وجل في هذه السنة ما يقارب من 4000 متطوع موزعين على عدد من التخصصات الصحية التي نحتاجها. لدينا في منصتنا، منصة التطوع الصحي، أكثر من 500,000 متطوع مسجل معنا في المنصة، ممكن منهم أكثر من 200,000 متطوع على الفترة الماضية، ونطمح بإذن الله عز وجل أن نتمكن من فتح فرص نوعية ومميزة لهؤلاء المتطوعين حتى يتمكنوا من المشاركة في بناء هذا الوطن المعطاء.